حزب حماية الوطن برضو في اسكندرية نظم مؤتمر حاشد لدعم الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة، والحقيقة يعني كتير جدا من الحضور كانوا معلنين التأييد. فهنشوف المؤتمر ونشوف فعالياته، وبعدين نطلع فاصل وبعدين نرجع لحضراتكم بقى عشان عندنا شوية تفصيلات كده عاملينها بطريقتنا مع المواطن ومع الفلاح. هنشوفها كده بطريقتنا، هناخد التقرير والفاصل ونرجع لحضراتكم. في إطار الاستعداد للانتخابات الرئاسية، يعقد حزب حماة الوطن بمحافظة الإسكندرية المؤتمر التنظيمي للمحافظة، وذلك للإعلان عن دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات رئيس الجمهورية. وقد أقيم المؤتمر بمنطقة بشير الخير 3 بحضور أكثر من 8000 من الأعضاء والمسؤولين. احنا جينا النهاردة بنأيد سيادة الرئيس، وطبعا كبرج العرب تحيات كبيرة جدا، مشاريع قومية، الموضوع يعني فوق مما كنا نتخيل اي حد، لانه في ظل فخامه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي المشاريع يعني عندنا احنا مشاريع ضخمه جدا. الرئيس الوحيد اللي دعم الشباب في المؤتمرات وعمل مؤتمرات رئاسيه، حتى مؤتمرات شباب العالم، هو كان فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا نطلب من فخامه الرئيس اللي هو يكمل معانا ان شاء الله الفتره الجديده، واحنا بندعم الرئيس، هو اجتماع تنظيمي، واحنا في نفس الوقت بندعم فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يا ريت يعني يفضل يدعمنا كده على طول. الرئيس قضى على العشوائيات، والمنطقه اللي احنا فيها دي خير دليل، المنطقه دي كانت عشوائيات الناس كانت بتخاف تخش فيها، دلوقتي اتفرج عليها ما شاء الله. رئيس مهتم جدا بالمرأة وبدورها في المجتمع، مهتم النهاردة احنا في أعلى المناصب في عهد السيد الرئيس، قوانين الأحوال الشخصية كلها بينظر فيها عشان يحافظ على حقوق المرأة. العشر سنوات اللي فاتت اللي ابتدت بمحاربة الإرهاب وبعدين اختتمت بالجمهورية الجديدة اللي سيادة الرئيس ابتدى ان هو يعملها، احنا عايزينه يكمل معانا، يكمل الجمهورية الجديدة. هي رسالة واضحة وصريحة من أمانة اسكندرية في دعم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستمرار مسيرة العطاء ومسيرة الإصلاحات اللي بدأها من أول ما تولى الحكم.